يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أورد باب التصوير في هذا الكتاب، فما سبب ذلك؟ أن هذا من أسباب الشرك، التصوير من أسباب الشرك، كما حصل لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لا سيما إذا علقت الصور، لا سيما إذا كانت الصور لمعظمين، كانت الصور لمعظمين كالولاة والعلماء والعباد والصالحين، هذا يكون سبب للغلو فيها. نعم.